السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عربي في فيديو جديد. وقبل ما نبدأ أي حاجة يا ريت كلنا نصلي على النبي على أفضل الصلاة والسلام. النهاردة راجعين بفيديو جديد، فيديو اللي هو خمس حاجات تعملها بالآر 3. الآر 3 ده هخش لكم نقول لكم إيه هي الآر 3 وإيه هو الحاجات اللي بيعملها الآر 3. بس قبل ما نبدأ يا ريت لو مش مشترك في القناة شارك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وحط لايك كده تحفيزا ليا علشان نكمل في المحتوى ونخش على الموضوع. ماشي، ايه هو بقى الآر 3 دي اصلا؟ يعني في ناس ممكن ما تعرفش اسمه آر 3، ممكن ناس تعرف ليه اسم تاني. الآر 3 اللي هو الانالوج اللي ناحية اليمين، هظهره لكم على الشاشة برضو كده، بس اللي مش عارفه برضو الآر 3 اللي هو الانالوج اللي ناحية اليمين، البليان اللي ناحية اليمين، اللي مشهورة ببلية المهارة، يعني اللي مشهورة اوي ببلية المهارة اللي انت بتفضل تعمل بقى مهارة زي كده. ده الآر 3. اول حاجة ايه بقى اللي الآر 3 ده بيعمله؟ اول حاجة اللي هو تنطيط الكرة. تنطيط الكرة ده يعني انا شرحته قبل كده، بس ده في سلسلة بقى المهارات وكده. بتنطط الكرة زي ميسي، بس لازم يكون لاعب عنده كنترول عالي او زي ميسي كده، مثلا نجيب امبابي، مثلا امبابي اهو، يعني برضو تنطيط الكرة اهو، اول ما يتمركز على حل هيفضل ينطط على طول اهو زي كده، وهيرفع هيفضل ينطط على كتفه بقى، على رجله، كعب رجله، على حسب تمركزه وعلى حسب لعبه. دي بقى انا مش بقول لك هتعملها وانت في نص الماتش وخسران وكده، لا، انت تعملها مثلا انت كسبان وخلاص، عايز تنهي مثلا، تباصي، تتحرفن كده يعني. التنطيط اللي هي بتعمل زي ما قلتلكوش، بتفضل دايس على الار 3 دوسه واحده كده من غير سرعه ومن غير اي حاجه وانت ماشي. ار 3 دوسه، هتفضل دايس وماشي ياهو، يعني انا مش دايس سرعة ولا اي حاجة، هتفضل دايس على الار 3 وهو هيفضل ينطط وانت ماشي بس كده. دي كانت اول حاجة اللي هي التنطيط. تاني حاجة بقى اللي هي مشهورة الناس كلها عارفاها اكيد، اللي هي التفاحة، اللي هي زي دي كده، يعني دي ممكن تعملها برضو وتفضل تنطط. يعني ايه؟ ممكن اعمل تفاحة اهو وافضل انطط وانا ماشي، يعني دي مهارة جميلة برضو. التفاحة بتتعمل ازاي؟ تتك مهارتين على الار 3 اهي، مهارتين هيعملها تفضل بقى تنطط وانت ماشي، يعني جميلة. ممكن تعملها كده وبعدين مثلا تشوت، يعني جميلة برضو اهو في اي لاعب تاني، مثلا بفيراتي مثلا اهو، اهي تفاحة اهو بينطط برضو، يعني جميلة وسهلة، يعني مفيش اسهل من الاتنين دول. تالت بقى حاجة معانا اللي هي التشميسة، يعني اهو انا العبها لنيمار مثلا اهو، مع اتجاه هيشمس نار، بس لازم يكون الباص جامد زي ده كده اهو، تشميسه زي دي كده، جميله جميله ومفيش اسهل منها. يعني انت بتلعب اهو واتجاه لورا، ومش اي حد يعمل، يعني بص نيمار اهو، يعني تشميسه حلوه وجميله قوي. دي بتتعمل ازاي؟ اورالك اهو، باص لنيمار اهو، هتدوس ار 3 وانالوج ناحيه ورا او اتجاه ورا، ار 3 اهو، ار 3 واتجاه لورا، نيمار بيطلعها من فوق رجله، ميسي بيطلعها من فوق رجله، نيمار يعني بص نيمار وفيراتي، يعني نيمار بيعديها من فوقيه، نيمار مشهور بيها جامد قوي. يعني دي كانت تالت حاجه معانا. رابع حاجه بقى، يعني مثلا استنوا نجيب لعيبه، ماشي، رابع حاجه بقى مثلا الكره مع ميسي اهو، وعايز اجري مثلا نيمار، بص يجري كده عشان يفتح لي وبعدين العب له وبعدين هو يشوط مثلا عشان اجيب جون. دي بقى بتتعمل ازاي؟ ثواني بس نراجع الكره في نص الملعب. دي بتتعمل ازاي؟ برضو بالار 3 بس هتحط معاه ال 1. ال ال 1 هتدوس على ال ال 1 وبعدين انالوج ناحيه اي لاعب انت عايزه، يعني مثلا فيراتي اهو، هتلاقي فيراتي جري اهو لعبتها له، مثلا هنرجع تاني مثلا عايزين نجري ميسي، ال 1 وناحيه ميسي هيجري بس هيبقى اوف سايد، فاهمين؟ يعني زي ما قلتها لكم كده، ال 1 ومثلا نيمار او فيراتي او اي انالوج ناحيه اي لاعب اهو هيجري على لسه وبعدين العب، يعني جميله. ماشي، خامس حاجه معانا بقى اللي هي في التشكيله، يعني مثلا تشكيله الاساطير دي، بص بيول واقف في الجون، تشافي مدافع، فان باستن بيلعب مدافع برضه، باتستوتا، ديفندر، يعني فييرا، بلي ميكر، يعني مثلا دي انت عايز بتكت زرار، يعني
التشكيلة كلها تتعمل. هتدوس مثلا اكس اهو دخلنا على الخطة كأننا هنعمل عادي، وتدوس R3 اللي هو الانالوج ناحية اليمين. هتدوس دوسة واحدة التشكيلة رجعت سليمة، يعني اوليفر كان واقف في الجون، بيول بقى مدافع، بيكام او ديفندر، رونالدينو يعني فان باستن بعد ما كان في مدافع بقى هو مهاجم. دوست زرار واحدة، لو دوست تاني هترجع. هي هتعمل ايه؟ هتدوس دوست زرار واحدة اللي هي الار 3 اللي هو الانالوج اللي ناحية اليمين، هتدوس بس كده. يعني كده مفيش اسهل منها، وكده يكون وصلنا لحد اخر الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وكان معاكم عربي، ما تنساش تحط لايك وتشير في القناة، وسلام.